ازاي تنظف اي جزمه شموع عندك مهما كان شكلها. اول حاجه تجنبها نهائي انك تستخدم الفرشه اللي بتلمع بيها كل الجزم عشان تنظف بيها اي جزمه شموع عندك، فاشتري احسن فرشه تكون مخصوصه للشموع، ويفضل ان هي تكون خشنه مش ناعمه. وهنبدا ان احنا ننظف في الجزمه في اتجاه واحد مش في كل الاتجاهات، وهنجيب منديل وايبس ونبدا ان احنا ننظف بيه اطراف الجزمه كلها، بس حاول ان انت ما تجيبهاش على الجزمه. وهنجيب سبراي لون الجزمه ونبدا ان احنا نرش في كل الاطراف ونسيبها شويه تنشف، وبعدين ده هيكون منظرها في الاخر بعد ما نتفت.